كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس يجري مباحثات مع وزير الوظيفة العمومية والشغل بجمهورية بوروندي، والذي أعرب أن بلاده تتطلع للاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين المهني. هذه الزيارة تندرج في سياق تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، حيث تعد مناسبة للنهوض بالشراكة في قطاع التكوين المهني الذي نتطلع من خلاله إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب الإفريقي ومحاربة ظاهرة البطالة. اللقاء تندرج في إطار تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية صديقة وشقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم في هذا اللقاء هذا اللي كان مثمر وناجح، أكدنا فيه على أهمية تقوية ودعم العنصر والرأسمال البشري كرافعة مهمة للتنمية. وتناولت المباحثات المحاور الجديدة للتعاون الثنائي في مجال التكوين المهني وتفعيل برامج تكوين ذات جودة عالية من أجل مواكبة القطاعات الواعدة، إضافة إلى تبادل زيارات المسؤولين في هذا القطاع.